من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا كلمة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وقلت أنا ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يبين لنا جماعة طريقين، طريق الجنة وطريق النار، طريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة إنك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى وأنت لم تشرك بالله شيئا، والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وده أفضل تعريف للشرك بالله، وقد عرفه بعض العلماء، عرفوا الشرك بالله، بعضهم قال هو تسوية، قالوا الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فربنا عز وجل لا يغفر الشرك بالله، لا الشرك الأكبر ربنا ما يغفر، ولا الشرك الأصغر أيضا ربنا ما يغفر على الصحيح من أقوال العلماء. لكن الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، كما أنه لا يحبط جميع الأعمال لصاحبه، بخلاف الشرك الأكبر فإن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، مخلد في النار. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ففي قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني حرم يعني منع، حرم يعني منع. فربنا سبحانه وتعالى منع المشرك من دخول الجنة، يعني حرم دخول الجنة على المشرك. طيب المشرك ذاته طبعا زمان كان وإلى الآن بيجيبوا مسلسلات بيسموها دينية وما عندها علاقة بالدين أبدا، دي مسلسلات باطلة مثلوها ناس من أفجر خلق الله، والقصص ذاتها زادوا فيها أشياء فيها إساءة لله وإساءة للقرآن وإساءة للصحابة وإساءة للتابعين والصالحين رضي الله عن الجميع. جايبين مسلسل قال حق التابع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، جايبينه بحب له واحدة، بحب له واحدة وعامل معاه قصة بتاعت حب ولا مرته. ده في مسلسل قال اسمه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، والاسم ده ذاته باطل، لأنه لو كان في خامس للخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لكان غير عمر بن عبد العزيز، مع اعتقادنا بصلاح عمر بن عبد العزيز، هو رجل صالح والرجل عالم وكان حاكما عادلا، لكنه كان من التابعين، وهناك من هو أفضل منه من كل الصحابة كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره من الصحابة الأجلاء. فالاسم ده ذاته غلط، خامس الخلفاء الراشدين. المهم مصورينه ليك
يعني في صورة بتاعت رجل فاجر ويجري وراء النساء بالحرام ويحب النساء بالحرام اللي هي غير زوجاته يعني، وده كلام باطل. المهم من سوءة هذه المسلسلات اللي بيسموها دينية ومن الضرر الكبير بتاعها على المسلمين إنه صورت في أذهان المسلمين إنه الشرك بالله ما بيكون إلا إذا عبدت لك صنم منحوت على صورة، صنم كده من حجر أو من خشب عنده عينين وعنده نخرة وعنده يدين واقف كده خامون رع والجماعة بيعبدوا فيه، فصوروا للناس إنه بس ده الشرك. عشان كده إحنا بنتعب جدا في الحلقات وفي الخطب وفي المناظرات وفي غيرها عشان نفهم الناس إنه الشرك ما إلا عبادة الصنم المنحوت على صورة رجل ولا صورة غيره، ده بس الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، سواء عملت لله ند في ربوبيته أو جعلت له ند في ألوهيته أو جعلت له ند في أسمائه أو صفاته فأنت أشركت بالله والعياذ بالله. والأصنام والأوثان ما إلا الحجار دي بس، الصنم ما نحت على صورة صحيح، لكن الوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان منحوتا على شكل صورة كصنم، صورة رجل أو حيوان كصنم، أو كان قبرا برضو يسمى وثن، أو كانت قبة. القباب دي كل أوثان، والقبور اللي بتعبد وبيتبركوا بها النساوين والرجال وبيمشي يشيلوا منها تراب ويتمسحوا به، والطينة هناك في المناقل طينة وضى الطريفي وغيرها من القبب والقبور والأضرحة وحتى الفكية، شيوخ الطرق الصوفية دي اللي بيعبدون من دون الله دي الأوثان، كان أحياء ولا أموات ده الأوثان. فكل ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة رجل اللي هو الصنم أو لم ينحت من بشر أو قبر أو قبة أو ضريح أو شجر أو حجر ده يسمى وثن. حتى القبر إذا عبد من دون الله ده اسم وثن. روى الإمام مالك في الموطأ دليل على هذا الكلام، ده روى الإمام مالك في الموطأ. جماعة ديك يقول لك نحن مالكية، والله انت ما عندك اي علاقة بمنهج الامام مالك، لو انت مالكي يا صوفي هاك الحديث اخده معك. روى الامام مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دليل واضح على إن القبر إذا عبدوا من دون الله يسمى شنو يا جماعة؟ يسمى وثن. وده منو سموه؟ سموه الرسول عليه الصلاة والسلام. أي قبر عبد من دون الله حتى لو كان قبر صالح ولي صحيح صحيح، ما زي الطرنقة عديل جماعة البكوركو ديل، واحد تلقى فاجر ما بصلي أصلا ما بصلي وعامل فيها شيخ طريقة وعامل له قال خلوة عشان يشحت بها القروش، انت قال الخلوة بيعملوها ليه؟ عشان يلقط بها الدعم ويركب بها لاند كروزرات ويبني بها عمارات، خدت له 13 شافع يأكلهم كسرة ومعفنة، ده القصد من الكلام ده، شغل بتاع تجارة، لأنه لو ما عمل خلوة ما في زول عاقل بيجي بيناوله من ليمة حمراء. افهموا الكلام ده يا جماعة عشان ما اقول لك دول حفظوا القرآن، يا تو قرآن اللي حفظه يا تو، وفائدتك شنو لو حافظ 114 سورة ولما دار تقوم من الواطاء بدل ما تقول يا الله تقول يا فلان ويا علان ويا ابتكة ويا بجنزير، فائدتك شنو؟ جوا القرآن جوا القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
أحدا. دي جوا القرآن، دي ودتها وين؟ دي ما حفظوها ليه؟ ليه فضوا الآية دي من سورة الجن؟ ليه ما حفظوا قول الله عز وجل؟ ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. من دونه ده شنو؟ الدون الله ده المنو؟ دون الله، انتوا كلكم دون الله، وانا دون الله، والاولياء والصالحين دون الله، والرسل والانبياء دون الله، والجن والشياطين وشيخ الطريقه والفكيه ده كلهم دون الله. ربنا قال ان الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، مش ما يملك الدنيا، مش ما يملك الجنة، لأن النساوين الليلة يمشى للقبة يقول للشيخ المدفون تحت القبة الدين جنة الدين ولد. مش ربنا قال ما يملك الولد والجنة، ربنا قال ما يملكون من قطمير. قطمير، شفت النوايا بتاعت التمرة؟ فوق في حاجة لما تفتح التمرة جديدة تطلع النوى الحصحاصة بتاعت البلح بتلقى ملفوفة في الحصحاصة قشرة بيضاء، دي لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، ما عندها فايدة. ربنا قال الجماعة اللي بيدعون من دون الله ديل من فكيا وأولياء، لو بقوا أولياء صحيح وبقوا صالحين بجد، ربنا قال إن الذين، شوف القرآن ده واضح كيف، واضح، ربنا قال إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكوا قطمير. تاني بجوز لزول مسلم أو زول عاقل ساكت يمشي لشيخ طريقة مدفون تحت قبر ولا بانين عليه قبة ولا ضريح، يقول لي أغيسني وأديني الجنة ومرتي ما ولدت، ويا شيخنا عندي زراعة المطر ما جات نزل لنا المطر. ربنا قال إن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ماتوا، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هم ما بيسمعوا لكن لو فرضنا سمعوا، ولو سمعوا، الله قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سموه شرك، يبقى أي زول بيدعو غير الله ديه الشرك ذاته. عشان كده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما عرف الشرك قال هو دعوة غيره معه، مع أنه الشرك بالله بيدخل في باب الدعاء إذا دعا الإنسان غير الله، ويدخل في باب الذبح إذا ذبح الإنسان لغير الله مشرك، ويدخل في باب الاستغاثة والتوكل والرجاء إذا صرف الإنسان شيئا من هذه العبادات العظيمة لغير الله فقد أشرك بالله. لكن ليه الشيخ عرف الشرك بالدعاء بس بباب الدعاء؟ لأسباب. السبب الأول لأن الدعاء قال ابن القيم هو أعظم عبادة، أعظم عبادة هو الدعاء، هي الدعاء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. خلاص. السبب الثاني لأنه أكثر الشرك البقع من عباد القبور وأصحاب القبب وأهل الطرق وشيوخ الطرق، أكثر الشرك البقع في باب الدعاء. عشان كده في مدايحهم، في مدايحهم بينادوا غير الله وبيدعوا غير الله. في العربات تلقى زول مشرك كاتب في اللور بتاعه يا البادراب أبقوا قراب، مشرك، شرك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا سمى دعاء غير الله، ربنا سماه شرك. ولا ينبئك مثل خبير، دي كل آيات موجودة في القرآن، بل القرآن كله توحيد والقرآن كل نهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فده تعريب الشرك. كذلك يا جماعة من أمثلة الشرك بالله الموجودة الليلة في بلدنا دي وفي كثير من بلدان المسلمين تعليق التمائم والحجابات. الناس اللابسين حجاب، زول يلبس حجاب ويعتقد أن الحجاب ده بينفعه سواء كان بيجيب له رزق
أو بيدفع منه الضر، يقول لك ده حجاب ضد الشلوت، أو حجاب ضد البنية، أو حجاب ضد العقرب، أو ضد الدبيب، أو ضد السلاح الناري، أو ضد السكين، ده شرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. والتميمة الحجاب ذاته، بعض العلماء قالوا هي خرزات كانت تعلق، والبعض الآخر من الفقهاء قالوا التميمة هي كل ما علقه الإنسان لتتمم له الأمر من جلب نفع أو دفع ضر. وده التعريف الأشمل والأكمل، لأنه ما كل العرب كان بيعلقوا خرزات. بنص الأحاديث النبوية، حديث أبي بشير الأنصاري، النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رويفع، قال لا يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجع دابة أو عظم أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام أو تقلد وترا وقال فأخبره أني بريء منه، يعني تبرى من الزول اللي بيعلق وتر، والوتر ده ما كان خرزات. النبي تبرى من الزول اللي بيعلقه، لاحظ، وهو ما كان خرزات، يعني ما الحرام الخرز بس زي ما بفهموك الجماعة دي، لا، الوتر ده في الحديث، الوتر ده كان بتاع القوس، بتاع النشاب، الليلة بنسميه في بلدنا النشاب. فكان القوس لما يقدم ويخلولق، يعني يبقى قديم ويبقى مكسر، بيقوم بيشيل الوتر بتاعه زي البلاستيك أو الجلد اللي بتتمطى دي اللي بيفكوا بها السهم، كان بيطلعوها العرب زمان قبل الإسلام ويعلقوها في رقبة الدابة أو يعلقوها في رقبة الطفل الصغير، ويعتقدوا إنه الوتر ده بيكفه من العين وبيدفع عنه العين. فجاء الإسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه اللي بيعلق وتر ويعتقد فيه، قال أخبرهم أني بريء منه، حتى لو ما اعتقد إنه بينفع أو بيضر، لكن الزول علق له حجاب وقال الحجاب ده سبب، زي الدواء للمريض، ده برضه مشرك، شرك أصغر، لأنه القاعدة التي وضعها فقهاء الإسلام أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا، لا كونا ولا شرعا فقد وقع في الشرك الأصغر. فما من الأسباب الكونية ولا من الأسباب الشرعية إنه الإنسان يعلق له حاجة. والليلة من أمثلة الحجبات الحاصلة في بلدنا دي أنا شايفها كثير، بالذات الأيام دي طوروها الجماعة اللي بيكتبوا الحجبات الفكية، لما الكلام كتر عن الحجبات والتمايم، والحمد لله الشباب كثير منهم انصرفوا من شراء الحجبات من الفكية، وقفل كثير من الفكية، قفلوا الكناتين بتاعتهم والدكاكين، فقاموا الفكية عملوا لهم وهمة تانية كده، قال لي شنو؟ قاموا جابوا الألمونيوم عملوا مربع صغير للشباب، وجوا الألمونيوم ده واحدين بيكبوا كمون، واحدين فكية بيبولوا جوا، عليم والله، المهم كله هوس، كان دا ولا ذاك، كل ما بيجوز تعليمه ابدا. اما الحبه السوداء جاءت في احاديث انها دواء، قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحبه السوداء دواء لكل داء الا السام، الا الموت يعني، لكن قال دواء، والدواء معروف استخدامه، الدواء ما بيعلقوه، عمرنا ما في شفنا دواء بيعلقوه، يعني الليله تمشي للدكتور تقول له والله عندي ملاريا، يفحصوا لك هنا الدم، ادوك حقنة الملاريا، الدكتور بيقول لك علقها ولا بتطعنها، اداك حبوب ما اداك حقن، لو علقت الحبوب 700 حبة عملتها في جلد جلد لك ذاك وعلقتها هنا، بتبقى كويس من الملاريا؟ ما بتبقى كويس، لأنه الدواء عنده طريقة بتاعت استخدام، ما شفنا لنا دواء الزول بيشيله بيعلقه، ولا الدواء بينفع أو بضر بذاته، وإنما هو سبب من الأسباب المجربة الكونية
التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالدواء معروف استخدامه، والدواء ما بيعتقد فيه النفع أو الضر. أما الآن يعلق كمون في ألمونيوم هنا شباب، لأن الألمونيوم ده شكله بلمع ظريف، شكله فضي، فالفكية استطاعوا يغشوا، ما أقول كل الشباب، بعض الشباب، إن يعمل لهم حجاب في ألمونيوم صغير تلقاه لابسه. ده شرك يا شباب، شرك بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي حديث عبد الله بن حكيم، وهو أبو معبد الجهني رضي الله عنه، لما كان مريضا ولعله كان في فراش الموت، فدخل عليه رجل فقال: يا أبا معبد، ألا تعلق؟ أنت عيان ما تعلق لك حاجة، ألا تعلق؟ فقال: الموت أهون من ذلك، أو قال: الموت أقرب من ذلك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. شوف، قال لي علق لك حاجة، قال لي الموت أهون لي من إنه علق لي حاجة في رقبتي، الموت أهون من ذلك. ده صحابي جليل، قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. والحديث ده حديث خطير، بيرد على جميع الشبهات بتاعت عباد القبور في موضوع التميمة وتعريف التميمة. يقول لك دي خرزات وما خرزات، هنا الرسول ما قال تميمة ذات، قال: من علق شيئا وكل إليه. شفت كيف؟ وكل إليه، يعني شنو وكل إليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يكلك إلى الشيء اللي أنت توكلت عليه وتركت ربنا عز وجل. يبقى أي زول بيعلق حاجة، ده ترك ربنا سبحانه وتعالى، وبدل ما يتوكل ويعتمد على الله القوي المتين، يعتمد على الورقة اللي اداه له الفقيدي. أما تعليق القرآن فدي بدعة، بدعة. ليه؟ لأنه نمرة واحد، النبي عليه الصلاة والسلام ما علق قرآن. نتحدى أي زول يجيب لنا دليل على إنه النبي عليه الصلاة والسلام علق قرآن. لبس المصحف ده علق، ما بتلقى الكلام ده، ولا بتلقى واحد من الصحابة لبس له مصحف أو ورقة واحدة أو آية واحدة من القرآن وعلق في رقبته. أما ما يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فالأثر ضعيف، كما هو موجود في تفسير ابن كثير للقرآن العظيم، وده موضوع معروف عند العلماء ومنتهي. ما بتلقى أصلا واحد من الصحابة، ولا واحد من الأئمة الأربعة، حتى لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله ورضي الله عنهم، ما في واحد فيهم كان بيعلق له مصحف في رقبته، ما في. ثم الحجابات الموجودة الليلة دي ما فيها حجاب واحد فيه قرآن صحيح، قرآن بالقلبة أو قرآن مقطع أو قرآن بايل فيه والفكي أو كاتبه بدم الحيط وانت لابسه في رقبتك. ده إذا وجدت فيه قرآن كله باطل وكفر بالله عز وجل. ليه؟ لأنه ده استهزاء بالله ورسوله وآياته. ربنا قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فده باطل. وحتى القرآن لو علقوه، لما تخش الحمام بتخش به ولا بتقلع؟ بورطة كبيرة جدا. إذا قال بخش به جواه، إذا قال بخش به جواه، ده استهزاء واستهانة واستخفاف بكلام الله عز وجل. وربنا قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء
بالقرآن ولو بحرف واحد من القرآن كفر بالله. لو قال والله بنقلع برا وبنخش الحمام قال بيحفظك جوا منه؟ مش ربنا؟ خلاص الحفظك جوا هو بيحفظك برا سبحانه وتعالى. يا أخي قبال لما كنت جنين في بطن أمك جوا عمرك شهر وثلاثة شهور وسبعة شهور وتسعة شهور كنت لابس لك حجاب؟ هل كان حافظك حجاب جوا في بطن أمك ولا الحافظك رب العالمين؟ الحافظك رب العالمين. لكن الطرنق عديل عباد القبور ما أنتوا زي الصوفي الجاهل ده دال ليه بيدافعوا عن الحجبات؟ لأنه الحجبات بقروش. هسه نتحداهم كلهم جميع شيوخ الطرق لو فرضنا الحجاب حلال اكتبوا للشعب السوداني مجان بيقدر يكتبوا؟ يبقى الموضوع ما موضوع حلال ولا حرام، الموضوع موضوع قروش. ده الموضوع. عشان كده يكذب على القرآن ويكذب على السنة ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يملى كرشه كرشك تنشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وأنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أمثلة الشرك بالله سبحانه وتعالى أيضا التبرك، التبرك بالقبب والأضرحة. والناس اللي بيمشوا يشيلوا تراب من القبر ويعتقد إنه التراب ده فيه البركة، والشيخ ده قبل له يده، امشي لشيخ الطريقة، شيخ الطريقة ما شفته تلقى ما دي يده كده حريم الرجال يقبل له يده، مشرك وخايب، حريم الرجال يقبل له يده، تاكل لهم يده كده. وبتعتبر عبد المحمود مد لهم كراعه ببوساله وتحي، والله كراعه ده يا جماعه اكثر من ده استعباد للبشر. حيكون كيف كده وروني؟ زول ما ادي كراعه يقبل له كراعه تحت وقاعد زي الدولاب، شفت كيف؟ يقبل له كراعه تحت. الحريم والرجال اكثر من ده استعباد للبشر كيف؟ وسجود لغير الله سبحانه وتعالى. يا اخي الهدهد طاير ولا بشر ذاته ولا انسان ولا بشر مسلم، انما طاير موحد دافع عن التوحيد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد استغرب لأنه الجماعة دل بيسجدوا لهم لبشر زيهم لمرة. الليلة شيخ الطرق يقول لك أسجد لنا، أسجد لنا. قال في كربك أنده بدغيس الجنده، وقال وعند الباب أبرك وسلم لتحظى بالفيوضات العوالي. وده كله كلام كفر بالله سبحانه وتعالى. وجب حرب هذا الشرك وحرب هؤلاء المشركين. نحن ما بنحاربهم زي ناس داعش التكفيرين المجرمين بالأسلحة ولا بنطعن هؤلاء بالسكاكين، وإنما بنرد عليهم بالآيات والأحاديث النبوية. وبفضل الله سبحانه وتعالى الدعوة ماشية بفضل الله عز وجل، ويومي الناس بيهتدوا ويعرفوا التوحيد ويقلعوا الحجبات ويرموها في خشم الفكيزات بفضل الله سبحانه وتعالى. وده نعمة من الله. ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. والدعوة لازم تستمر، لازم تكون ماشية تشتغل في أي حتة في السوق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل سوق ذي المجاز. والأثر صحه الألباني في صحيح السيرة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك على ظهر الدواب بل على ظهر الحمار، كما كان النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهما على ظهر الحمار عفير، أتدري ما حق الله على العباد يا معاذ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ده كان وين؟ ده كان فوق ظهر الحمار. دعوة إلى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى.
وغيره من النصوص والأحاديث التي تدل على أن دعوة التوحيد والنهي عن الشرك في كل مكان بدون يأس وبدون فتور. ناس يشتغل دعوة وتنطلق في القرى والبوادي والمساجد وما تتأثر بقول هؤلاء أو أولئك، لأنه لابد يكون في أعداء، لابد. أي رسول خلينا إحنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي رسول ربنا اجعل له أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.